حياتنا أبواب كتيرة مقفلة. افتكر مرة اتأخرت وما كانش معاك مفتاح البيت، وخبطت على الباب، ومن ورا الباب المقفول سمعت صوت بيقولك ارجع مطرح ما جيت. اللي بيدور على شغل على لسانه دايما الأبواب مقفلة في وشي، واللي بيدور على حقه في قضية أو مشكلة نفسه الأبواب تتفتح قدامه. كمان في باب اتقفل في وشنا لما غلطنا في حق ربنا، وهو باب العدل. العدل بيقول الله لا يقبل الخطية، وإحنا كلنا ملنا كل واحد إلى طريقه. باب العدل اتقفل بيننا وبين ربنا، لكن ربنا قال أنا مش عايز الباب ده مقفول، ويبتدي يتفتح باب حديدي ضخم بإيدين مثقوبة، ومن تحت أعتاب الباب يسيل دم من راس وجنب المسيح اللي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، عشان تتفتح أبواب رحمة من جديد، ويتلاقى العدل والرحمة في شخص المحبوب يسوع، عشان كل من يقبل إليه لا يخرجه خارجه. في كل مرة تسمع كذبة جواك أو حواليك بتقولك هو هيغفر ولا لا، أو هيغفر إيه ولا إيه، أصرخ وقول أبوابه مفتوحة لي. إزاي يا ربي حنانك بيسع كل البشرية، ولأي حد بيجيلك ترفعه من العبودية. إزاي يا ربي حنانك بيسع كل البشرية، ولأي حد بيجيلك ترفعه من العبودية. أبوابك مفتوحة ليا.